مئة عام تنقصها قليلا، بذلتها قواتكم المسلحة بعد أن اتخذت اسمها الحديث جيشا. مواطنه وشعبه يتمتع بأفضل الأخلاق بأحسن الصفات، لذلك بيستحق أنه هو يكون عايش في أمن، ويستحق أنه يكون عايش في استقرار. ودي القوات المسلحة اللي هي العام الجاي بتكمل 100 عام بتعمل على هذا الكلام منذ غشاء وحتى يومها. جيشا تهابه الربان عدوا بينها ذو بأس شديد، عطاء يقابل الموت بصدور الرجال الشم، والضاحي المحية ابتساما في وجه المنايا الكالح، مقارعة لسحنته الشائهة ما نكصت ولا تزلزلت ولا لان لها في سموق العز ميسما. تعيش هذه الأيام حيف من سفه الأدعياء، وهي التي كابدت بصبر عقوق من ظنتهم منها، حتى حدثتهم أنفسهم الأمارة بالسوء بالخروج عليها، فنالوا ما استحقوا، ودائرة البغي عليهم تدور، وعلى من شايعهم بين علقم الهزيمة المرة وانكسار الذل وإعمال الخيانة. فقد غادروا وهي شيمة الجبناء، وتجني أيديهم الآثمة ما كسبوا، وعليهم تدور الدوائر الشؤم. خش يا جاي مضرب بدون براك.